اعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 بنسبة نجاح 81.5%، مؤكداً أن هذه آخر سنة للثانوية العامة بنظامها التقليدي. هذا وأعلن أن 18% من الطلاب حصلوا على 95% فأكثر، وبلغ العدد الكلي للأوائل 39، منهم 30 بالمدارس الحكومية المجانية، موضحاً أن أوائل شعبة الرياضيات بلغت 13 طالب وطالبة، و12 من شعبة العلوم والأدب 14 طالباً.